كشف والي الجزائر يوسف شرف عن استلام مصالحه حوالي 7000 وحدة سكنية، حيث ستستلم المصالح في المرحلة الأولى 3500 وحدة سكنية خلال السداسي الأول، وتليه 2500 وحدة سكنية في الثلاثي الثالث، وتتبقى 1500 وحدة سكنية، وهو البرنامج الذي تلقى فيه الوالي كل الضمانات ليتسلمه قبل نهاية السنة. ستسلم أيضا بعد الانتهاء من إيصالها بكافة الشبكات غاز وماء وكهرباء، إلى جانب استلام المؤسسات التربوية. وقال شرف أن هذا البرنامج السكني سيوزع على مستحقيه في جوان سبتمبر وديسمبر 2020 بالنسبة لصيغة السكن الاجتماعي في إطار عمليات إعادة الإسكان. ووعد يوسف شرف بزيارة أخرى للبرامج السكنية المندرجة ضمن سياق أخرى، مشيرا إلى أن البرنامج السكني الخاص بولاية الجزائر والخاص بصيغة السكن الاجتماعية والذي ينجز من طرف دواوين الترقية العقارية بالعاصمة قد بلغ 22000 وحدة سكنية. أعلن رئيس الحكومة المغادر ورئيس حركة تحية تونس يوسف الشاهد يوم الثلاثاء الماضي أنه بدأ عمل الدولة بتكفل بثلاث نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار المسندة من البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما أوضح أن هذا الإجراء يتنزل في إطار قانون تحسين مناخ الاستثمار عدد 47 لسنة 2019، وسيساهم في تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويشمل هذا الإجراء حسب رئيس الحكومة المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها بين 150 ألف دينار و 15 مليون دينار، كما تشمل المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم، وسيمكن من التخفيف من الأعباء المنجزة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها. وقعت مؤخرا تونس والبنك الألماني للتنمية اتفاق تمويل يرمي إلى تنفيذ مكونات المرحلة الثانية من مشروع تعصير قنال مجرد الوطن القبلي الذي يتنزل في إطار برنامج التصرف المندمج في الموارد المائية لتنمية المناطق الريفية في تونس. وأفاد البنك الألماني للتنمية في بلاغ له أنه سيضع على ذمة الحكومة التونسية بمقتضى هذا الاتفاق قرضا بقيمة 27.5 مليون يورو، أي حوالي 58.4 مليون دينار، لتنفيذ هذا المشروع. أشرف مؤخرا الكاتب العام للولاية نيابة عن والي نابل على جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة، والتي خصصت للنظر في وضعية العقار الكائن بمنطقة باترو من معتمدية بن خلاد التابع سابقا لشركة الأحياء والتنمية الفلاحية البستان. وخلال هذه الجلسة عبرت جميع الأطراف على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج السكن الاجتماعي بمنطقة باترو، كما أوصت اللجنة القيام بالمعاينات اللازمة ورفع مقترح إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بإدراج القطعة المعنية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. افتتحت يوم الأربعاء بقصر المعرض بحي المدينة الجديدة بوهران فعاليات الصالون الدولية الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية وهران للاستثمار والتصدير 2020 بمشاركة زهاء 93 عارضا من داخل وخارج الوطن. ويجمع هذا الصالون مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال العقار والبناء والتهيئة الخارجية والداخلية وأخرى من تونس، كندا، تركيا، الصين، بلجيكا وغيرها، إلى جانب مؤسسات بنكية متخصصة في تمويل العقار والسكن. نهاية نشرة الأخبار، دمتم في أمان الله.